غبرت عليكم حتى غبرت، ولكن غادي نعيشكم هاد الايام سلسله من واحد الحكايه اللي غادي تخليك وغادي تحسك باللي انه ماشي بوحدك اللي غارقه في ابتلاءات، لانه هناك من لا تفارقه ابدا. حكايه الليله غادي تكون خاصه للنساء، للبنات المقبلات على الزواج وحتى للامهات، اللي فيها غادي نحكيو مواضيع في مجتمعنا اللي هما طابو، اللي ما كنتجرؤوش اننا ندويو عليهم وكنخافوا من حشومه ومن عيب، ورغم انهم ثقافه عامه وخاصهم يتعرفوا باش ما نضطروش اننا نطيحوا في مواقف بحال صاحبه حكايتنا الليله. قصه الليله ضروري تسمعوها باش انكم تكسروا بزاف ديال الحواجز ونتعلموا من عبر ديال ياقوت. ما تمشوا فين، بقاو معايا الليله. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه واحوالكم طيبه، المؤنسه ديالكم عادت اليكم من جديد كيف العاده. اغلبيتكم في الكوزينه اعانكم الله، وانا عارفه اذا كنتو كتصنتوا لي وكتخدموا داكشي غادي تخدموه عن حب. لا ازكي نفسي على الله، ولكن عارفه ومتيقنه شو تنقول، وهاد الثقه عطيتوها لي من خلال تعاليقكم. فايضا كيبان لكم بلي انا رجعنا للديكور ديالنا كيف العاده، وهذا يعني بلي انا غادي نرجعوا لحلقتنا تاع نهار ياه نهار لا. غير عذروني راني غير تنجي للمغرب، خصوصا هاد المره تبارك الله راني طولت ما تنجلش، داكشي باش كتشوفوا كل مره الديكور كيفاش داير. فخلينا نطولش عليكم اكثر، ووجدوا معايا ريوسكم لانه السلسله تاع هاد الايام غادي تكون مشوقه وعامره بالاحداث وكل شيء غادي يستافد منها انا متاكده. ولكن هو الاول باش تشجعوني وتخليوني انا مستمره وباش الناس يستافدوا من هاد القصص اللي كنشارك معكم، عافاكم ما تنساوش انكم تضغطوا على زر الاعجاب لتحت اللي ما كيكلفكم حتى شي مجهود، وتخليوا لي تعليق بحال وجهكم يكون زوين ورائع. ما نطلش عليكم اكثر ونقول لكم بسم الله يلا لنبدا. انا ياقوت غادي نبدا بطفولتي. انا بنت ما بين 5 ديال الذكوره وثلاثه ديال البنات، حنا عائله اللي تبارك الله كبيره. انا كنت ما قبل الاخيره لانه ماما وبابا كانوا عندهم خويا الكبير واختي الكبيره، من بعد بقاو كيولدوا في الذكوره حتى جيت انا. فانا كنت بالنسبه لهم ديك البنوته اللي كانوا ملهفين عليها بهذا المعنى. الحمد لله جيت للدنيا وما سلمتش من عقايبها، تزاديت في العروبيه، وكي درت في عمري عام ونص الوالد ديالي قرر باش انه يهز العائله ديالنا وينتقل للمدينه. كان تيخدم واحد الخدمه اللي كانت متواضعه، والدخل ديالو كان ما بين وبين، ومع انه اسرتنا كبيره فما كانش قادر باش انه يتكفل بكل شيء. ولكن الحمد لله الام ديالي كانت دائما هي السند ليه وكانت كتعاونو في كل شيء. من بعد ما دزت من الطفوله اللي هي عاديه وسط اسره اللي كانت متحده ومتضامنه، بحيث انني كبرت وسط خوتي اللي كانوا دراري بواحد الشخصيه اللي كانت قويه، اللي كانوا هما اللي توقفوا معنا وكانوا كيعاونونا حنا البنات. الاب ديالنا ما كانش كيتدخل في الخصوصيات ديالنا، المهم كبرنا وقريت وكنت من المتفوقين، واخا المستوى المعيشي ديالنا كان ناقص كنت كنجيب نقاط اللي كانت مزيانه وحسن بنات العائله اللي كانوا المستوى المادي ديالهم طالع فوق منا، وكانوا كيزيدوا في الساعات الاضافيه اللي كانت خصوصيه. جات واحد الفتره فاش وصلت في عامي الاول من الثانوي، خوتي اللي كبر مني خدموا وداروا حياتهم وبداو كيخدموا وقرروا باش انهم يمشيو يستقروا في واحد الجهه في المغرب، وهنا غادي يكري واحد الدار ليهم. بقينا حنا مستقرين في جهه وحده اخرى، وهنا فين قرر الوالد ديالي باش انه خاصنا ضروري نجمعوا في جهه وحده اللي هي عند خوتي. في 2005 مشينا لديك الجهه وكرينا بارتما سكننا فيها، وكنت انا ذاك مازال تنقرا، واختي اللي صغر مني حتى هي كانت كذلك ومثال. خوتي الدراري كان اغلبيتهم تيخدموا وهما اللي كيصرفوا على الدار، عشنا تما، وانا ذاك دخلت في مرحله المراهقه ديالي وما كنتش كنتجرأ انني ندير علاقات او نتعرف حتى عليهم، لانه هذه الفكره كانت عندي ملغيه تماما. كان غرضي انني نقرا ونتفوق في القرايه وندير شي حاجه اللي كنبغيها. فوق من هذا الشيء خوتي الدراري كبروني ورباوني، فما تقبلش انهم يسمعوا عليا شي نهار شي حاجه اللي ماشي حتى لهيه من عند شي واحد اللي هو غريب. خوتي كانوا عندي عزاز، والاب ديالي كنقدر التضحيه ديالو علينا، داكشي علاش ما كنتش كنقدر انا ندخل في شي علاقات من غير في حدود القرايه، لانني كنت متفوقه وكانوا كيترافقوا معايا. انا كنت كنقرا مزيان وفي نفس الوقت كنت اجتماعيه وعندي مع الضحك ومع النشاط. كل عام في العطله الكبيره والديا كانوا تيصيفطونا عند جدي وجداتي في البلاد، كنا كنمشيو كنتلاقاو تما مع العائله كلها، وتيكونوا الاعراس والمناسبات كنتوانسوا. جداتي ديال امي اللي كنت عزيزه عليها بزاف كانوا كيقولوا لي بلي انني كنشبه ليها، اللي كانت ايه في الجمال. انا فاش درت 15-16 سنه وصلت لسن البلوغ، وهنا غادي تحول الجسد ديالي في لحظه بالنسبه ديال 100% من طفله لامراه. وبما انه انا زهراء وعينيا خضرين، اللي شافني وفي عائلتي تيقول لي اجمل ما ولدت الام ديالك ياقوت ما شاء الله وتبارك الله.
ليكن في علمكم باللي انه انا عمر ما كان عندي شي غرور او لكان طموحي انه شي نهار نوصل بالجمال ديالي، بالعكس كان عندي دائما اقتناع انه اذا روحك جميله هذاك هو المعنى الحقيقي ديال الجمال. كنت متواضع لواحد الدرجه اللي هي كبيره. المهم نرجعوا للسلسله ديال القصه ديالنا. من بعد ما مشيت داك الصيف جداتي غادي تزوج خالي بواحد البنت من العائله حتى هي. ملي كنت عند جداتي غادي دير معايا الله يرحمها واحد الموقف اللي كان طريف جدا. خرجتني على برا وقالت لي شوفي يا بنتي يا قوت، انا اختاريتك انتيا ما بين حفيظاتي كاملين وغادي نديك معايا للعرس ديال خو العروسه، راهم عرضونا وما بغيتش ندي حتى شي حد من بنات خالتك لانهم كثار. وعمرني ما نسى داك الموقف. قالت لي غادي نديك وما غاديش نقول لهم بلي راكي غاده معايا، وانتيا غادي تمثلي بلي انه راكي لصقتي فيا باش نمشي معاك. وانا ذاك نقول لكم يكون في عمري 17 16 سنه، وكيف قلت لكم كنت كنبان بحال شي وحده عندها 24 25 سنه. المهم اتفقنا على ديك الخطه انا وجداتي. كانت كتصلي وتسنيتها حتى كملات وقلت لها راني غادي نمشي معاك امي للعرس. قالت لي لا ما غاديش تمشي معايا. بقات مني منها وبالعاني كانت جابدو كتغمزني بعينيها باش انه ما تحسش بنات العائله بالفرق وبلي انا مميزه عليهم. مشيت معها وكان العرض ديالها انها تديني باش يشوفوني ديك العائله، ربما شي حد فيهم يبغي يخطبني. هذاك هو كان غرضها وذاك هو كان التفكير ديالها. المهم مشينا ووسط من داك العرس كنت كنشوف افراد من العائله ما كنتش كندوي معاهم، حتى غادي طيح عيني على واحد الشاب اللي كان جميل بزاف وكان طول وعرض وكانوا عيني زرقين وكيف تيقولوا كان حب من النظره الاولى. عجبني بزاف، بقيت كنشوف فيه طول السهره. في الاخير غادي نتصدم باللي انه هو العريس وانا ما كنتش عارفه. ولكن خو حتى هو كان في العرس وكان سبحان الله طبق الاصل ديالو، عجبني بزاف. واكتشف من اختو بلي انه حتى هو خاطب. اختو اذا نسيتو هي مرت خالي. المهم سال العرس ورجعنا للدار ودرنا العرس الخالي وجاب العروسه ديالو وعائلتها حتى هي بما فيهم خوها اللي دار العرس وخوها الاخر اللي عجبني واللي هو اصلا خاطب. داز العرس، من بعد داز على هذه المناسبه مده ديال عام. جا الصيف ولدات مرت خالي وجات امها باش انها توقف معاها، وحنا كنا ديما مستقرين مجموعين في نفس المدينه. ملي هي جات باش تهنيها بقات كتهضر مع ماما وهما تيلقيو الدجاج وتيوجدوا العقيقه. فشرحت لها بلي انه ولدها داك اللي كان عجبني كان خاطب واحد البنيته وفسخ الخطوبه ديالو وما عرفوش كيفاش حتى فسخها. الام ديالي استغربت وسولتها واش ما تفهموش، قالت لها بلي كانوا بخير منسجمين ولكن السبب اللي فرقهم ما عرفاتوش. فهذيك الفتره من بعد ما دازت العقيقه كل واحد رجع في حاله وحنا بقينا مع مرت خالي. وفي مناسبه المولد وانا ذاك كنت شديت الباك ديالي مشيت بديت في القرايه تاع التخصص اللي اختاريت. مرت خالي جات لعندنا وطلبت ماما وقالت لها عافاك بغيت ناخذ معايا ياقوت للدار. قالت لها ماما علاش؟ قالت لها لا حيت غادي نبقى بوحدي وبغيتها تونسني وصافي. ماما قالت لي صافي يا بنتي ياقوت سيري ونسيها، علما انه ممنوع ليا انني نمشي عند شي حد حيت هذه كانت قاعده من قواعد دارنا، ممنوع نبات ولا نمشي عند الصحابات ولا نخرج بوحدي مع قوانين اللي كانت طويله وكنا راضين عليهم كاملين. داكشي باش مرت خالي فاش طلبت الاذن من ماما باش انني نمشي معاها. ماما ترددات شويه ولكن بعد قالت ما فيها باس، جلسي معاها في العشيه غير هو يجي خالك رجعي للدار. مشيت فعلا معاها وبغيت نعاونها في الكوزينه وهي تقول لي يا قوت بغيت نسولك واحد السؤال. نعم شنو هو؟ واش يا قوت ما كتفكريش انا كيتزوجي؟ قلت لها انا فلانه راني مازال صغيره ومازال بغيت نكمل قرايتي ونتوظف باش انني نوقف على رجلي، ومن بعد اذا صرا شي مكتوب اكيد ان شاء الله نتزوج، اما دابا لا ما تنفكرش. قالت لي ولا قلت لك انا راني لقيت لك العريس اللي غادي تهلا فيك وغادي تعيشي معاه بخير وما غادي تنقصك حتى شي حاجه وحتى قرايتك كوني اكيده ما غاديش تحتاجي ليها. قلت لها واش بصح ولا غير كتضحكي معايا؟ اه راني داويه معاك بالمعقول. شكون خويا؟ شكون فيهم؟ هذاك اللي كان خاطب وفسخ وساكن في البلاصه الفلانيه وهذه هي خدمته مع الدوله. قلت لها عندي سؤال وجاوبيني عليه بكل صراحه، انا كنت باغا نعرف واش هو اللي اختارني ولا هي اللي اقترحتني عليه ولا فرضتني عليه، هذه كانت شخصيتي. قالت لي لا راه هو اللي اختارك، شافك وطلب مني انني نجيبك عندي للدار باش انا اللي نهضر معاك وانت من بعد تهضري معاه في التليفون. قلت لها واخا ماشي مشكل نتعرف عليه ونشوف، حيت كان تيعجبني غادي يدوزوا لي في التليفون. وبلا ما نحكي لكم كيفاش كنت كنترعد وكنت متوتره لانه عمرني ما دويت مع شي واحد باش انني نكون زعما، كانت اول مره. قال لي لاباس بخير؟ لاباس وانت؟ هضرات معك اختي؟ هضرات معايا. شنو كتقولي يا قوت؟ انا تنقول اذا شي حاجه مكتبه في السماء راه ما كاينش اللي غادي يغيرها في الارض، واذا كنتي في المكتب مرحبا. قال لي عرفتي شنو غادي نتعرفوا
وغادي ندوي شي شويه، واذا وقع ما بيناتنا شي مكتب راني الصراحه باغيك المعقول. واخا ما عنديش مشكل، ولكن انا راني ما عنديش تليفون. قال لي مره اجي عند اختي غادي تعطيك الدوي معايا، وغير انا غادي نلقى فرصه باش انا نجي عندك غادي نجيب لك معايا تليفون. وفعلا داكشي اللي كان، بقيت كندوي معاه تقريبا نهار كامل وعلى كل شيء وغير من التليفون. شرح لي خدمته، فين تيسكن، وبلي انه باغي مرتو تسكن مع والديه في مدينتهم بيد ما هو يوقف على رجليه في خدمته. تعرفنا، وشنو غادي نقول لكم يا خوتي، الطريقه باش كان تيدوي هذا الانسان معايا، وبما انه ما عنديش خبره ولا تجربه سابقه ولا حتى شي فكره اصلا على العلاقات، نيه ديال الله. واخا انا قاريه ومندمجه مع الناس والمجتمع وكنشوف كل شيء بعيني، ولكن ما كانش عندي ادنى فكره على الجنس الذكري. المهم كلا لي عقلي ودار لي غسيل الدماغ. عند بالي بلي انه انا نهار غادي نتزوج غادي نستقر بوحدي مع راجلي، وانا رافضه فكره تماما انني نسكن مع العائله ديالو. ولكن ما عرفتش كيفاش هو قنعني بواحد الطريقه اللي ما تخيلوهاش. بقيت نقول غير وبغيت. قنعني انني نعيش مع امو ونبقى صابره عليه حتى يكون راسو. قنعني انني نحبس الخدمه والقرايه ونجلس في الدار وندير الحجاب. قنعني بواحد اللائحه اللي كانت طويله وعريضه اللي ما كانتش في بالي وما كانتش من مبادئي، من غير الحجاب غير هو ما كنتش كنفكر فيه انا ذاك في ديك الوقيته. المهم بقيت انا وياه على علاقه في التليفون فقط، وكان مره كيجي لعند اختو، وحتى انا كنت كنمشي عندها كنتلاقاو تما وكندويو، ولكن بكل احترام. من بعد جات واحد العائله ديال ماما من اوروبا اللي كنظن بلي انه ولد عمها وخوتو. فاش جاو شافوني وانا جالسه معاهم في الصالون، هذاك ولد عند ماما ودقق فيا الشوفه، ومن بعد دو مع ماما وقال لها العشيه وجدوا شي حاجه، حنا راه غادي نجيو نهضروا معكم في واحد الموضوع اللي هو ضروري. ماما استغربت، ولكن قالت ماشي مشكل ان شاء الله خير. علما انه ماما كانت على عين بلي انني كندوي مع خو مرت خوها، حيت انا كنت كنحكي لها كل شيء، حيت بالنسبه ليا هي الصديقه. فكانت عارفه انا بلي اننا كندوي وناوي المعقول وهذاك باغي يجي عندي للدار. ما كانش غير ماما اللي عارفه، ولكن حتى خالي ومرتو. المهم جات عائله ديال ماما للدار وتعشاو معنا، وانا انذا كنت مشيت نعس لانه الامر ما تيهمنيش وصباح عندي القرايه. ولكن التليفون ديالي بغى يحمق بالصوناد، وانا مسكته وكنت حطاه وسط الحوايج ديالي مخباه، فما كنتش عارفه شنو واقع فيه. فاش فقت الصباح كنلقى 100 ميساج و 200 مكالمه وما فاهمه والو. جاني داكشي غريب، بلا ما غادي نتردد ونوض نقلب شي ميساجات شنو هو الموضوع، غادي نعيط للسيد اللي بغاني المعقول. وبقى عليا عييت ما نصيفط لك ميساجات وانت ما كتجاوبينيش وفينك، وقطع عليا. مشيت هضرت مع ماما وقلت لها راه فلان عيط ليا وراه كيصيفط ليا شنو واقع. قالت لي راه عادي، حيتاش العائله اللي جات عندنا الباح راه كيعجبتيهم وطلبوك الزواج، وانا عارفه بلي انك كتهضري مع هذا وهذوك طلبوا التعارف، وكان خاصني انني نتدخل باش نشوف كيفاش نحبس ديك الخطبه، وكان الحل الوحيد انني ندوي مع خالك اللي غادي يدوي مع مرتو، ومرتو عيطت لباها وخوها وقالت لهم بلي انه ياقوت راجو فيها الخطاب، عيطوا ولا شوفوا كيفاش ديروا حيتاش البنت غادي يديوها ناس واحد اخرين. يعني وقعت واحد القصه اللي كانت طويله وانا ما جايبه اخبار الدنيا. صدق با عيط لبابا في ديك الدقيقه، ومازال هما كيتعشاو ومازال ما عطاهم بابا انا ذاك الجواب، وقال لي حنا سي فلان راه بغينا بنتكم ياقوت خليها لينا، راه قال لينا خالها بلي انه جاو فيها الخطاب، ودابا حنا كنتاسفوا ما عيطناش لك من قبل، ودابا ما بغيناكش انك تعطي الكلمه للناس وترجع فيها. بابا حيتاش كيحترمهم تيحترم هاد الناس وكيعزهم، قال لهم بنتي هي بنتكم وغادي نخليها لكم حتى تجيو تخطبوها رسميا. ورجع دوك الناس اللي من العائله ديال ماما وقال لهم سمحوا لي راهي بنت ياقوت داوين فيها ناس واحد اخرين. المهم فاتت ديك الليله وعاد فهمت شنو وقعت، ونط عيط ليه وقال لي راه جاوب فيك الخطاب وصافي غادي تسمحي فيا وغادي تزوجي وتمشي للخارج وتخليني وتفعلي وتركي. اسي مولاي انا راني ما على باليش الخبار بالخارج ولا بحتى شي حاجه، واصلا ما كنتش عارفه شنو هو السبب علاش جايين دوك الناس، وانا سيدون راني كنت ناعسه. المهم في الصيف جاب عائلته كامله، بمعنى خوتو عيالاتهم وخواتاتو ورجالاتهم وحتى ولادهم. مشينا خرجنا شرينا الخاتم ودرنا واحد الخطوبه اللي كانت رسميه، وتفاهمنا على صداق وقرر باش انه الصيف اللي جاي نوضو نديرو العرس. طلبت منهم بما انه غادي يولي خطيبي انني نخدم انني نجمع لراسي شي شويه، لانه قلت لكم في الاول بلي انه العائله ديالنا متواضعه ومعايشينش في واحد المستوى اللي هي كبير، وانا كنت كنحلم انني ندير واحد العرس اللي يكون في المستوى. قلت لي عافاك خليني نخدم باش نوفر فلوس اللي نقدر ندير بهم العرس ليا ونفرح براسي. قال لي ما عنديش مشكل انك تخدمي. فعلا حطيت السيفي في واحد الشركه، شهر واحد درنا العقد ديالنا. وهنا غادي نذكر لكم واحد النقطه اللي هي مهمه بزاف، اولا مرحله واحده اخرى من القصه.
ملي ضربنا القاعط ديالنا مشيت عند الطبيبه على اساس انه ناخذ شهاده العذريه ديالي. هذيك الطبيبه ما قلبتنيش وما سولتنيش، قالت لي عمرك تزوجتي؟ لا عمرني ما تزوجت. شحال في عمرك يا بنتي؟ 19 سنه. قالت لي صافي واخا، وكتبت لي شهاده العزوبه ولا العذريه. هي هذيك فاش مشيت خديت صداقي ودرنا العقد. من بعد بابا قال للزوج ديالي راه بنتي ولات مرتك، واللي بغيتو ديروه، سافروا خرجوا ديها معاك، دابا هي تحت الاسم ديالك. علما انه بابا هو واحد الانسان اللي متفهم وكيفهم مزيان في الشرع وفي الدين. الزوج ديالي غادي يطلب مني اننا نمشيو للفندق باش اننا نجلسوا الراس في الراس، لانه دابا انا متحت الذمه ديالو ومن حقه انه يدير اللي بغى. مشينا للفندق وانا على عين بلي انه باغي حقه الشرعي، ولكن الام ديالي كانت كتوصيني ما ديري والو ياقوت حتى الليله ديال العرس، داكشي باش بقيت كناكد عليه بلي انني ما نقدرش نتجرأ معاك. تعصب عليا وتقلق وبقى يقول لي هذا حقي وراني بغيته. بقيت نبكي عليه وطلبت منه باش انه ما يبزز عليا والو ويعطيني شويه ديال الوقت ويتسنى حتى العرس باش انه يكون كلشي بالحلاوه ديالو. رجعنا بحالنا وما بقاش جبد معايا الموضوع. جا الصيف وقررنا باش اننا نديرو العرس. النهار الثالث ديال العيد قدينا التجهيزات ودرنا كلشي، وهنا غادي نشارككم موقف اللي دزت منه وكان صعيب عليا وغيكون صعيب على اي بنت. هاد النقطه اللي غنشارككم دابا خلاتني ما بين بزاف ديال النقط انني نشارك معكم الحكايه ديالي. انا كان عندي احساس بلي انه فيا شي حاجه اللي ماشي طبيعيه، وقررت انني نمشي عند الطبيبه النسائيه النهار قبل العرس باش انها تكشف عليا. فاش مشيت لقيتها ساده وقلت غدا غادي نرجع لعندها. لا غد لي فاش مشيت والو ما لقيتهاش، وما كتبش ليا انني نوض ندير ديك الكونسلطاسيون. علاش كان عندي هذا الاحساس؟ انا نقول لكم علاش. لانه بنات عمي كانوا وقعوا لهم مشاكل في ليله الدخله ديالهم، بمعنى مشاو حتى لعند طبيب وداروا عمليات وكان منهم اللي ما نزفش، وكل وحده كان عندها واحد المشكل. داكشي باش انا كان عندي احساس بلي انه حتى انا عندي شي حاجه بحالهم. المهم ما كتبش ودوزت العرس ديالي ومشيت مع راجلي للدار، واللي حتى هو صراحه دار ليا برزه عندهم في الدار. من بعد غادي ندخلوا للغرفه ديالنا، صلينا صلاه جماعيه كيف كيديروا جميع المسلمين، ومن بعد غادي يوقع اللي كنا خايفين منه. ما غاديش نزف، غادي نتصدم لانه انا عارفه راسي بلي انه شريفه عفيفه وعمرني ما درت شي علاقه وما كاينش اللي قاصني حياتي كامله، وراجلي هو اول واحد، ولكن الخوف واحساسي كانوا صادقين. هو شنو غادي يدير في هذه اللحظه؟ غادي يتحول لحيوان اعزكم الله. بهذا المعنى غادي يتحول الى مغتصب، وما صدقش بلي انني ما نزفتش. ما قدرش يهزني ويديني للطبيب، ما قدرش يسولني وما قدرش يتحاور معايا، ولكن تحول الى وحش فقط باش انه يشوف داك اللون الاحمر. اقسم لكم بالله الى المعاناه صراحه لا داعي للتفاصيل اكثر، وخا ما كرهتش نذكرهم لكم، ولكن الرساله والاحساس راه وصلكم. المعاناه اللي عانيت في ديك الليله ربي اللي كان عن بيا وما قدرش ندوي حتى الاخير. انفجرت عليه وقلت ليه غادي نمشيو عند الطبيب. هو فاض وبدا تيقول لي لا وهذا غير سحر داروا ليا وهادشي راه ماشي طبيعي لا ما اخره. انا ما فهمتش شنو دخل السحر في هذا الموضوع، غادي تفهموا هذه النقطه من بعد، غير بقاو شادين معايا. قلت ليه ضروري انا نمشيو عند الطبيب لانه بنت عمي راه كان عندها ما يسمى بالصفحه البيضاء، واضطرات باش انها دير العمليه. اما بنت عمي الاخرى فكان عندها بما يسمى بالمطاطيه، يعني انا عارفه بلي انه عندنا حالات في العائله اللي نقدر نكون حتى انا وحده منهم. المهم قلت ليه يلا نمشيو عند الطبيب، ولكن هو الاول عافاك عيط لي لواحد بنت عمي اللي كانت عقليتنا متشابه وتولدنا في نفس النهار وكنا مرتاحين مع بعضياتنا. عيط لها ودخلتها عندي البيت، هو غادي نوض يعيط لاختو، ودخلوا بجوجهم للبيت وحكينا لهم شنو واقع. بنت عمي اقترحت علينا يلا نمشيو عند الطبيب، اختو قالت ليه لا خويا بلاتي. مشات جابت شي وراق وجابت شي حجابات وجبداتهم وحطاتهم وبدات كتقلب فيهم وكترسم. انا اقسم بالله ما عمرني شفت في حياتي داكشي. شويه نطقات وقالت ليه خويا راه ما كاين لا سحر لا والو، خاصكم غير تمشيو عند الطبيب. واش هي شافت شي حاجه اللي ما احنا ما شفناهاش، اولا اكتشفت شي حاجه احنا ما عرفناهاش؟ المهم داك التصرف اللي هي دارت ما فهمناش. ومعه هو كان تيربي الحمام، مشى جاب واحد الحمامه ذبحها ودار دوك النقيطات في الصبوحي وقال لي صافي غادي نتسناو حتى ما يبقاوش عندنا الناس ونمشيو عند الطبيب. علاش كدير بحال هكا؟ انا راني ما فهمتش، راك ما كتسترنيش اخويا، حيت انا عارفه راسي باللي انه شريفه وعفيفه ويلا معايا دابا عند الطبيب. انا تنهضر منطقيا وهو تيهضر ليا بلاتي مشيو الناس وشوها وسكتي وبلاتي. انا ما سوقيش اخويا شنو بغاو يعرفوا الناس، انا بغيت نمشي عند الطبيب نشوف الحاله ديالي. ولكن غادي يرفض داك النهار رفضا كليا، واضطرينا باش انه نتسناو لمده اسبوع، ولكن هو بقى مستمر في العلاقه ديالو معايا بطريقه اللي كانت وحشيه. اضطريت انني نصبر ونكتم الوجع ديالي والالام ديالي وحتى نفسي. من بعد اسبوع مشينا عند طبيبه انا وهو وحتى اختو.
عودت لها غلبوني دموعي وبديت كنبكي وكنحكي كانني شفت ماما ولا اختي وحسيت بالحقره. ديك الطبيبه هو الاول دخلاتو لواحد الغرفه وطلبت منه انها بغات تدوي معاه قبل ما تكشف عليا. شرحت ليها سي فلان بلي انه خصك تعرف عند الانثى كاين 20 نوع ديال البكره، وما بينهم كاين بكره اللي هي بيضاء اللي تقدر تكون عذراء ولكن ما تنزفش بدم اللي هو احمر، ولكن غيكون دم بيض، وغير اذا عصرتي عليه قطره ديال الحامض غادي يخرج اللون ديالو اللي هو الاحمر والحقيقي. قال لي انا هادشي ما كنعرفش ليه وهادشي عمرني ما شفتو وهادشي ما دخلش ليا لراسي. قلت ليه واخ ما قلتي حتى شي عيب، حنا دابا غادي نتاكدوا من الحقيقه ديال الزوجه ديالك، واش عذراء من اول زواجها اولا كانت شي حاجه من قبل. دخلتني كشفت عليا وهنا الصدمه غوتات. علاش؟ شنو شافت؟ شنو هي الحقيقه وكيفاش غادي يتقبلها راجلي وشنو غادي يطرى؟ واش غادي يكمل معايا؟ واش غيتخلى عليا؟ هادشي كله التفاصيل كلها غادي نخليوها في حلقه الغد ان شاء الله، لانه الحكايه مازال طويله. داكشي باش اضطريت انني نقسمها، كلشي غادي نعرفو. غير هو ماكرهتش انكم تعطوني لتحت الاراء ديالكم، شنو كتوقعوا غادي يوقع ليا قوت. دمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو غدا ان شاء الله في التتمه، وسلام سلام.